قالت هذا؟ هذا الحكي ما يصير. قال قلت له اللي يدس فرس يا اخي. ايوه هلا فهمت المشكله حبيبي. هذا الزلمه عم يقول لك يعني انت لازم ما تقعد، هو لازم تقعد المدام. هو هسه علم منه قال وانت شوف فرس يعني السيدات اولا حبيبي. ها قاعد يا حروره الارض انت. يلا تفضلوا اختي تفضلوا تفضلوا تفضلوا. هلا ومرحبا. عبارة السيدات أولاً أو ladies first تستخدم لتعبر عن لباقة الرجل بالسماح للفتاة أو السيدة إنه تمشي أو تدخل قبله وأمامه بأي مكان. ولما حدا بيقلنا ladies first نفرح وبيطير عقلنا، لأنه منعتبر هالمقولة هي نوع من الاحترام والثناء والتقدير، لكن تبين إنه أصله مغاير تماماً للشي اللي كنا منعتقده. الشباب اليوم ماشيين على مبدأ ladies first أو السيدات أولاً؟ شو هي السيدات اولا؟ انا اذا بدي امشي على هالمبدا بقول لك بلشي من عندك كون السيدات اولا. مو كلهم يعني، ما بدك تقولي انه والله كلهم، في اغلبهم هيك واغلبهم هيك، بس يعني الاغلبيه صاير عندهم هالشغلات لا ما عاد التزموا فيها مثل اول وهيك لا. شو القصص اللي لازم تكون فيها عن جد السيدات اولا؟ بكل شيء بكل شيء اولا. مثلا قبلي بالميكرو وبالتوظيف قبلي كل شيء قبلي لانه مو مطبقينا. مو ماشيين على هذا المبدأ. شو احكي لي عن شيء هيك شاب عمل تضحية خطيرة ليثبت انه بح... ولا واحد. اغرب شيء؟ ولا شيء ولا شيء. شو اخطر شيء ممكن تعمله بحالك لتثبت للبنت اللي بتحبها انك بتحبها عن جد؟ شو رايكم؟ شكلك مو عامل شيء. لا والله عامل كثير شغلات. بطل اكل، ممكن اهرب ما او اتاخر عن البيت مثلا. لا ماني عاملهم. هلا مثل ما قال ممكن اعتصام على الاكل او الشرب او شيء. والله ما بعرف شو عملت له. هي خطيبتي شكلك عامل كثير والله نسيان بس بيعذب حاله اساسا. يعني مساء انتهى صعبه. لا اكيد ما حانتحر معه ان شاء الله. قد ما كنتي بتحبيه؟ ايه قد ما كنت بحبه. تتعدد الروايات حول هالعباره، لكن من اطرفها هالقصه العجيبه. القصة صارت بإيطاليا بالقرن 18 ميلادي، وبتقول إنه كان في شاب من إحدى الأسر الغنية بواحدة من مقاطعات إيطاليا، ووقع بحب فتاة من أسرة أقل منه بالمستوى المعيشي والطبقات اللي بينتمي لها كل حدا منهم. اتفقوا على الزواج، ولكن أهل الشاب عارضوا زواجه منه وهددوه بعدم مباركة هالزواج. وكبرت الضغوط على الشاب والصبية، وقرروا إنه ما في شيء بيفرقهم عن بعض غير الموت. وخوفاً من إنه يفترقوا قرروا ينتحروا وتوجهوا لصخرة عالية جداً بتطل على البحر. ولما قررت الصبية تقفز بالأول منع الشاب من القفز لأنه ما بيقدر يشوفها عم تموت قدامه، وقرر الشاب إنه يقفز هو بالأول. وبالفعل قفز الشاب وسقط ومات. فلما شافت الصبية هالمنظر غيرت رأيها وغدرت بالشاب ورجعت للبلدة وتزوجت من شخص آخر من طبقتها، وخانت حبيبة اللي ضحى بنفسه من أجله. ولما عرفوا أهل القرية بهالقصة قرروا أنه تكون النساء أول من يقوم بالأعمال، وظهرت مقولة ladies first أو السيدات أولاً.